لمة رمضان، شباب وصبايا اجتمعوا على المحبة. أكثر من 30 ألف وجبة تقدمت للمصلين بالجامع الأموي يلي اجتمعوا على ذكر الله بليلة القدر المباركة، وكل هالشي كان بجهود كبيرة لفريق عطاء التطوعي ومجموعة الفالوجيين يلي نعرف عنهم روح المبادرة والمساعدة بجميع وسائله. هي عدة فعاليات كانت أول شيء عبارة عن 3 أيام 4 أيام فطور لذوي احتياجات خاصة أيتام، والإضافة في عنا تعاون مع يلا البسكليت، وفي ليلة القدر اليوم. ليلة القدر اليوم نحن عم نحضر ليلة القدر لسهور. ليلة القدر هو 11 ألف سندويشة تقريبا، بالإضافة ل عدة منتجات تنضاف مع السندويشة. مثل من سنتين تقريبا 11 ألف تقريبا أو أقل، تمام؟ صار السنة الماضية 18 ألف لل 20 ألف، متوقعين اليوم يكون في من 25 ألف ل 30 ألف شخص. رعيت هذا الفريق لأنه عنده هي الفكرة، هي طبعاً مو بس هي هذا الفريق، في كتير جمعيات عم بتقوم على هذا الأساس اللي هو نحن نخليه يكون عنا هذا الترابط الاجتماعي، التواصل الاجتماعي مع الناس، وخاصة بهذا الشهر اللي هو شهر رمضان وتحديداً بليلة القدر يكون في عندهم هذا الحس الديني اللي فيه الحس الطيبة، يكون فيه هذا الترابط الاجتماعي بين الناس. فنحن هذا اللي مطلوب، وخصت بهذا الفريق لأن أدعم الشباب أو الدعم الشباب السوري لفعلا نكون نحن عنا هي فكرة التواصل والروح الاجتماعية اللي نحن صارت قليلة بفترة ما، اعتمدنا على الأفراد، هلا لا المفروض نحن نكون في عنا هذا التعاون الاجتماعي والتواصل. عيون مليانة بالفخر كان مرسوم بوجوه المتطوعين يلي ما توانوا ولو للحظة عن عمل الخير، والمحبة كانت عم تكبر وتكبر بكل دقيقة عم تمرق بهالجمعة اللطيفة. وأنا وجودي اليوم هنا أمام الجامع الأموي لأشارك في هذه الفعالية بهذه الليلة المباركة هي ليلة القدر، لنقول لكل العالم أنه اللحمة الوطنية في سوريا والحياة المشتركة في سوريا بين المسلمين والمسيحيين كانت وما زالت وستبقى إلى الأبد. وهيك بتكون رجعت اللمة السورية من جديد، ولكن ما كانت لمة عادية، كانت لمة خبز وملح. جميلة وأحبها واسمها شام.